التدبر والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيها من العظات والعبر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم الخير. وقال قتادة رحمه الله: أن تأمرهم بطاعة الله، وأن تنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله، فإذا رأيت معصية لله زجرتهم عنها. قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، أي حطبها الذي تشتعل به هذه النار جثة بني آدم والحجارة. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: هي حجارة من الكبريت الأسود، وهو غاية ما يكون في الحرارة، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: أي غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار الذين أوجب الله عليهم شدة العذاب، انتهى. قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا مدح للملائكة وأنهم منقادون لأمر الله في كل ما يأمرهم به سبحانه، كما قال جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أولا أنه يجب على الرجل أن يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر فرائض الإسلام، يعلمهم الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة، يعلمهم فضائل الأعمال كقراءة القرآن وتعلم العلوم النافعة، كما قال سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكما قال تعالى عن نبي الله إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. روى أبو داود في سنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وقال بعض الفقهاء أنه كذلك يحثهم ويعودهم على الصيام، ليتعود الطفل على الصيام وعلى فعل الطاعة وترك المعصية منذ صغره، وكذلك أنهى زوجاته وبناته ومن تحت ولايته من النساء عن كل ما يغضب الله من الأقوال والأفعال، ينهاهن عن التبرج والسفور، ينهاهن عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى غير ذلك. كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثانيا، من فوائد الآية الكريمة عظم ما عد الله جل وعلا للعصاة والكفرة من العذاب والنكال، فقد أخبر سبحانه في الآية الكريمة أن حطب هذه النار جثث بني آدم والحجارة، وأخبر في آيات أخرى عن شدة هذه النار وما فيها من أهوال. قال سبحانه: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال بعض المفسرين أنها تنزع فروة الرأس. وقال تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، قال بعض المفسرين أنها لا تترك لحما ولا عظما إلا أحرقت. وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. الواحد منا الآن لو وضع إصبعه في النار لحظة واحدة لصرخ من شدة الألم، فكيف بنار ضوعفت على نار الدنيا 69 جزءا؟ فاللهم رحماك بنا رحماك. ثالثا، الإيمان بالملائكة وهم على أصناف متعددة، فمنهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار وإهانتهم، وعددهم 19. قال تعالى عن النار: عليها 19. كبير هؤلاء الملائكة ملك كريم اسمه مالك. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالإيمان بهؤلاء الملائكة ركن من أركان الإيمان 6. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رابعا وأخيرا من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على المؤمن أن يقي نفسه من عذاب الله، وهذه الوقاية تكون بفعل الخير ولو بأقل القليل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي يترجم ما بينهما، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.